طيب دلوقتي احنا هنروح مرة تانية لدينا عشان نتعرف منها على ملخص سريع لحالة الطقس. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. فعلا دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده هيزود الإحساس بالحرارة على النسب المتوقعة بحوالي 2 لـ4 درجات. كمان النهاردة هيكون في نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.